رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الأعزاء، نحن ما زلنا في روضات من روضات رمضان، وهذه الروضات العظيمة الخضراء في رمضان تعطينا التواصل. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل، عندما جاءه جبريل وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، يدلل بأن هناك قواعد لهذا الدين القيم، وهي ثلاث مراتب: الإسلام، فقال ما الإسلام؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال له: صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان، وقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. فقال: صدقت. فعجبنا، يسأله. ثم قال له: متى الساعة؟ قال: ليس السائل بأعلم من المسؤول. فثم انطلق مليا فبحثوا وخرجوا يبحثون عنه وينادونه ولم يجدوه، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن عندنا الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الثلاث المراتب يجب أن نعقلها حتى نعلم كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتدرج. أولا، شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قالها العبد وأيقن بها، عليه أن يقيم الصلوات الخمس، والصلوات الخمس يؤديها كما أراد الله تبارك وتعالى على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عليه بالصيام وهو في السنة مرة واحدة، والزكاة كذلك من كان عنده مالا صار عليه حولا وبلغ النصاب فعليه الزكاة، والحج من استطاع إليه سبيلا. نرجع إلى قضيتنا وهي الصيام. الصيام عندما فرض علينا لتطهيرنا، فرض علينا لكي نكون عبادا لله مخلصين. أحل الله تبارك وتعالى لنا الطعام بالليل والنهار، ثم جاءنا وقت وقال بأن النهار من هذا الوقت لهذا الوقت حرام عليكم الطعام، فامتثلنا لأننا عبيد لله تبارك وتعالى، وأطعنا لأن عبيدا لله تبارك وتعالى، وسمعنا لأننا عبيد لله تبارك وتعالى. هذه القضية هي قضية التوحيد وقضية الاستمرار على توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا قمنا بما أراد الله تبارك وتعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا بأننا أخذنا المراتب الثلاث. فإذا صلينا وإذا زكينا، إذا عندنا أهل الزكاة، وصمنا إذا لم نكن مرضى، وكذلك إذا عندنا مال حججنا، هذه إذا حققناها تحقيقا تاما نحن بفضل الله عز وجل أدينا المرتبة الأولى. الثانية، أن نؤمن بالله بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، جلت قدرته وتعالى جده ولا إله غيره، وأمن بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. فإذا أمن بذلك، عندنا متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ليس المسؤول بأعلم من السائل. يعني أنت أيها السائل لعل عندك علم من ذلك،
أما أنا ليس عندي علم في ذلك. فهذه المرتبة هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلينا أن نهتم بمراقبة الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فعلينا أن نكون لله تبارك وتعالى، وأن نكون من الساجدين ومن الصابرين ومن الأتقياء ومن الصالحين ومن المتصدقين ومن الصائمين. لا يكون هناك ميدانا إلا ونحن قد تسابقنا إليه وأصبحنا في الطليعة لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه لذلك والقادر عليه. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام.